استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم رئيس مجلس الأطلنطي في فريدريك كيمب. يرافقه عدد من أعضاء المجلس، وأجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث حول مجمل الجهود الدولية في سبيل تحقيق الأمن والازدهار العالمي. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.